فنان شو؟ جاي أم تعيد معنا العيد. شو؟ أمك؟ لا حبيبي، العيد عند أهلي. حنان وحد؟ لا خلص، يا أنا يا أمك. ألو يا أمي جاية؟ لا لا الغي التاكسي خلص لا لا الغي التاكسي خلص انسى عشو عم تشارعيني؟ عم تستاوي علي يعني ما فهمت؟ كلنا كثير بنعرف انه شعور صعب كثير لما الأم بتحزن على ولدها كثير، ولما بتحزن عليه، والأصعب إنه لما الولد بيكون قاسي وبينكر على أمه عشان أصحابه، عشان شغله، عشان زوجته اللي بتكره أمه، زعلت بين ولدها، بين الأب، بين الابن والأم. أوكي حلو، بس أنا بقول لك على فكرة الشيء اللي أنت ما أنت عارفه، بقول لكل شاب الشيء اللي ما عارفه، إنه زوجتك اللي أنت بعت أهلك وبعت أمك عشانها، إنه بتنسى إنه حياتك الزوجية ممكن بتنجح ممكن تفشل، بس علاقتك انت بامك هي علاقه السعاده، علاقه الحنان، علاقه الفرح، علاقه كل شيء حلو في الحياه. خلونا نحط ايدينا بيد بعض، خلونا نقول لكل العقول السطحيه، لكل العقول المتخلفه، كفايه جهل، كفايه سطحيه، كفايه تخلف. خلونا نحط ايدينا بيدين بعض ونقول لكل ام، كل الأمهات اللي عانت، ونوقف معاها وندعمها، ونقول لكل الشباب، كل الشباب، ونجعلهم أكثر تأهيل قبل الزواج. وأنا بالنسبة لي حبيت أشارك ومشاركة بسيطة، وبقول لكل أم في الدنيا وكل شاب في الدنيا لسه أمه موجودة في الحياة، الله يخليك ولا يحرمني من حبك، أنا بدونك ترى ما سوى ولا حاجة، انتي لا من دعيتي بس من قلبك يطيب جرح الذي محتاجك عماقي، انتي آمري وسمي اغلى انسانة يا امي، انتي آمري وسمي اغلى انسانة يا امي، صبرت انتي علي ولا نفذ صبرك، فعز ظلمة زماني كنتي سراجة، لا ما تغير وانا دايم على خبرك العظيم، انت يا يمه انا محتاجك. بقول لكل الناس ان الام هي السعادة. شكرا. عفوا. موضوع الإيفال تبع علي اليوم حلو، بس أنا كنت بفضل هو شخصيا مش حنان ورافائيل يعالجوا بغير طريقة. الأداء بالكلام عم بيكون كتير ممل، يعني أول شيء ما في آي كونتاكت، ما في تواصل مع الجمهور اللي عم بيحكي معه ولا حتى بالعيون.
هذا الشيء انا بلاقيه انه كانه هو عم بيحكي مع حاله، مش هيدا هو الهدف. سو اول شيء لازم يكون عنده اداء، يستعمل انتونيشن اكثر بالحكي تيقنعنا باللي عم بيقوله، او تاتليست يشدنا حتى نضلنا عم نسمعه. كان في مونوتوني، كان في ملل بالكلام شوي. بالنسبه للغنى انا رجعت لقيت زيت الملل تبع الكلام، اليوم رجعت لقيته بالغنى، غنى منيح ولكن بعدنا بزيت المطرح. يعني عم نجرب كل اسبوع نقوله لعلي انه بدك تنوع، بدك تغير شوي ستايل، ما فيك تلك تغني بزيت الطريقه كل الاغاني، بدنا نسمع نيوانسات. انا هول بعدني ما عم لقيهم كثير، صوته منيح وغنى صح بس الباقي كله مش عم لقيه. انا بعد بدي شيء اكثر ما شفته من علي، يعني بلشت حوس شوي بالنسبه لهذا الموضوع، بس انه الوقت عم يقطع ورفقاته عم بيتقدموا. بدي هني رافائيل وحنان كمان على اللي عملوه، وخصوصا رافائيل لانه بقي بزيت البوز مثل واحد عمل فريزنج تيخلي زيت الاكسبريشن يلي كان فيهم وقت وصل بالبيك تبع المشهد قبل ما يفوت علي. سو بالنسبه لي كمان رافائيل وحنان خدموا كثير المشهد تبع علي اكثر من ما هو خدم مشهده. الموضوع حلو كثير لانه في كثير ناس بتعاني من هالشي. بعدين اللي حبيته بعلي عم بيحاول، هيدا اللي بحبه بالشخص بالتلميذ، لما بيحاول تيتقدم. هلأ في شغلة لما بكون عم بيحكي صوته برن كتير حلو بس يحكي وبس يعمل فوكاليز كذلك، بس لما بيجي تيطبق مثل ما قالت ليسلي بضل هيك في مونوتوني، بضل واحد بمل شوي من هاي. بس الصبي عم بيحاول انه يتقدم، بس لسوء الحظ في كتير عم بيسبقوا. اذا بدي احكي على الموضوع، انا بشوف انه هو موضوع الحما والكنة، يعني مشكلة الحما والكنة يعني الام والزوجة. بس انه ليش قررنا كلنا انه على طول الكنة مذنبة والحما هي اللي معها؟ يعني ما فهمت ليش جلد الزوجة وتأليه الأم. أنا مع تأليه الأم لأن الأم، بس إنه فيها تكون بمطرح من المطارح. يعني أنا كنت مع طرح هالمشكلة بإنه نقرب وجهات النظر من الحما والكنة، بإنه الابن يلعب دور المصلح، بإنه يكون مش قاسي لا مع مرته ولا مع أمه، يشوف وين يعني تتعالج الأشياء أكتر. وبفتكر المعالجة بتصير أول شيء بس كل واحد يستقل لحاله، لأنه المشاكل بتصير بس يعيشوا بذات البيوت. يعني الإخوة والأم، يعني البنت وأمها إذا عاشوا بالبيت عايشين بذات البيت بيكون في مشكلة. يعني بالنهاية معرفت يعني المعالجة سطحية وأنا ما حبيتها بصراحة. يعني حلو الموضوع بس إنه أوعى أنت تزعل أمك وروح زعل مرتك، لا ما يعني مش هيك تبنى، مش هيك تحل المشاكل ومش هيك تبنى الأجيال. لأنه مرته عم تربي له ولاده، أمه ربته ومرته عم تربي له ولاده، اثنيناتهم لازم يكونوا نشوف كيف بدنا نصالح. يعني هلأ هو بالنسبة لعلي فعلا طرحها بشكل كليشيه، يعني إنه حب أمك أكيد إنه حلو اللي عم بيقوله، بحترم انه كيف عم بفكر هو بامه، انه الام هي السعاده والام هي الحنان وكل شيء، اكيد هيدا الشيء ما في اثنين بيختلفوا عليه، بس انه كنت بحب يفوت اعمق بالموضوع لحتى يقنعنا فيه. انا ما فهمت اذا بدي ساعده ولا شو بعمل، بروح بضرب حنان؟ يعني ما فهمت. انا هلا اذا بدي ساعده كيف ساعده؟ يعني شو الجمعيه اللي بدنا نعملها؟ كيف بدنا نعمل لنوفق بين هالاثنين؟ مش انه يطلق الزلمه ويرجع عند امه، لا، المفروض يصير حله. ما صارت بهيدا، ما شفناه. بالنسبه للغنى كثير صرت شايفته لعلي عم بغني هيدا الشيء اللي هلا غني كثير 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 عده مرات. انا بحاجه اني اشوفه لاني بحبه لعلي وبحب اجتهاده، بحب اني اشوفه بغير طريقه. يا حول ما شفناه غنى لوديع الصافي بالبرايم وكل الناس حبته وكلنا قلنا انه بجنن، مش لانه غنى لوديع الصافي، لانه طلع من يلي هو فيه. يعني لازم يضل يشتغل بالإيفاليت يفرجينا شيء جديد لحتى نشوف ونلاحظ التطور اللي هو عم بصير معه. اول شيء بشكرك مديرة على الكلام، انه ايه مش دايما الحق على ال على الكنة.
لا أنا في شغلة بدي يعني بدي أحكيها بغض النظر من محبتي لعلي، لأنه عن جد هالصبي بالذات بحبه وبلاقيه يعني قمة الاحترام والتهذيب وكل شيء، كتير بحبه هالصبي، ولكن بمحل كمان واحد بده يكون واقعي وبده يشوف الأشياء مثل ما هي. يعني ما فينا بدنا ما فيني أنا أجي لأني بحبه كشخص إجي غض النظر عن الأغلاط يلي عم بيوقع فيها، وخاصة بالإيفال اليوم. لو الإيفال بمناسبة عيد الأمهات، واحد شو بده يغني غنية لأمه بقبل. يعني ما أنا بصراحة أول شيء أول سؤال سألته شو الموضوع، يعني شو الموضوع؟ يعني مثل ما طرحتي الموضوع مديرة انه لازم انه في جمعية، في قضية، يعني في قضية عم نحكي عن قضية مش عن موضوع قصة حما وكني. فالموضوع شو؟ خلاصة الموضوع بقلنا هو الأم هي السعادة، على عيني ورأسي الأم هي السعادة، هذه ما في اثنين يعني يقولوا لا هذا الموضوع. بس أساسا شو الموضوع؟ شو المشكلة الطرحها؟ ثانيا قال جملة، بلش يعني حديثه بجملة انه زوجتك يلي بتبيع عائلتك وامك كرمالها. مين قال انه كل واحد بده يتجوز ببيع عائلته وامه كرمال مرته؟ ما هي المرة بتصير جزء من العائلة والعائلة بتكبر، فبالتالي ما بعرف ليش بلش طرح الموضوع غلط. هلا اوكي قدم لنا مشهد، قدموا لنا رفايال وحنان بنشكرهم، يعني مشهد تمثيلي بالاول. انا بالنسبه لي لولا هالمشهد هيك اللي عطى نكهه ماشي. يعني ايفال علي كان ممل جدا، لانه لما بلش يحكي اول شيء صار يروح ويجي، هذا الفايفيان يلي مزعج جدا، بيتمشى صوته واطي، ما في اي كونتاكت مثل ما قالت ليسلي، مونوتوني يعني عم بيحكي لي على نفس النمط. وبهالمناسبة بدي غني غنية لأمي، ما أي مناسبة بمناسبة الخناق يعني بتغني غنية؟ يعني فعلا حسيت إنه مش مشغول الإيفال، مثل كأنه يلا هات لنغني للأم، يلا هات رافائيل شو فيك تساعدني بمشهد، حنان يلا، مثل كأنه تركيبة هلأ يعني قبل بساعتين من الإيفال. ما حسيت انه فكرة مكتوبة مدروسة فيها نضج، فيها طرح معين. فبالتالي بأسف لاني عن جد بهالصبي بحس انه بيقدر يعطي اكتر بكتير. بس سؤالي انه ليش هو ما عم بيعمل جهد؟ يعني نحن مقهورين عليه، هو كأنه مش فرقاني معه يعني. فللأسف يعني ابدا ما قنعني علي اليوم بالإيفال. علي اليوم غنى غنية هو بيعرفها ومن جوه ومن النوع اللي هو بيتقنه، يعني كان المرور طبعه غنائيا مقبول. بس أنا اللي بدي أقوله عن علي كمان، مثل ما أنتوا عم تطلبوا منه أنه يطلع من حاله يعطي أفكار جديدة ويكون مثل ما شفنا بغير مطارح وقتها تحدى حاله وعمل أشياء حلوة كلنا انبسطنا. أنا بدي أنه علي هيدا الرياحة اللي بيعطينيها وقتها بيغني، وقتها بتشوفوه عم بيغني بالبرايم بيريحكم، يعني منظره بتقوله انه مالك الامور كلها ومرتاح، مع انه هو يمكن يكون مش كتير واثق من اللي عم بيغنيه. هيدا الرياحة اللي منشوفها بشكله بدي اشوفها بصوته بأدائه، بدي اشوفه مرتاح بالمغنى، بدي اشوفه واثق اكتر من اللي عم يعمله من دون ما يعمل كتير جهد. لانه علي بهالاسبوع هو غنى شيء نوع جديد عليه ولا مره يمكن مغني، حط كتير جهد وحط كتير تعب. انا بقدر تعبه وبقدر جهده، بس مش ضروري او مش لازم يكون هالقد بده تيقدر يطلع لنا شيء حلو. لازم الاشياء تكون بعد اسهل معه، خصوصا مع كثره الشغل اللي عم نعمله. ان شاء الله علي يعرف يستفيد من وجوده هون تيصير يعطي جهد اكتر وياخذ نتيجه احلى.